بالفترة السابقة تم إغلاق الطيران، ولكن بالفترات المقبلة أكيد رح يتم افتتاح طيران من جديد وتشغيل القطاع، ولكن أسعار تذاكر الطيران كل مالها بارتفاع، والموظف اللي ما بيتعدى معاشه 300 دينار هل قادر يدفع سعر تذاكر الطيران بهيدا الارتفاع؟ شخص معاشه 200 دينار يدوب يكفي حاله أكل وشرب، فكيف بده يشتري تذكرة؟ إذا سعر التذكرة فوق 100 دينار الموظف قادر يشتريها؟ لا طبعاً، ولو قادر ما كنت سافرت. أكيد لا، لأنه حالياً أنه كانوا قاعدين 4 شهور الموظفين بشكل عام كلهم، ما راح يكون في مادة يعني يكون معه في جيبته، يعني ماكسيمو 70 دينار. وإذا كانت التذكرة ب 180 دينار؟ صعب يسافر. أنت شخصياً قد إيه قادر تدفع تيكت أو تذكرة الطيران؟ 100. 200 دينار من وين يجيب المبلغ هذا؟ لا بصراحة مش هيقدر يدفع المبلغ ده كله، أقصى شيء 70-75 دينار. أيه ممكن يقضوا سنتين مش شايفين أهلهم؟ لا طبعاً أكيد ما يقدر. يعني القيمة العادلة 50 دينار مثل قبل الأزمة، يعني مو بعد الأزمة يستغلون الوضع، خلي الأسعار نفس قبل. لا طبعاً، أنت عم تقولي موظف معاشه بين 200 و300، فحتكون تقريباً نص المعاش التذكرة، فكتير راح تكون غالي عليه. 90 دينار 95 ماكسيموم يعني. طبعاً لا، بس اللي مضطر راح يسافر، لأنه هو كل يوم بيعدي عليه قاعد يدفع مصاريف. كانت معي مرت وعيالي، اللي قدرت أنزلهم نزلتهم بالعافية، وكانت التذاكر غالية، بس لأن التذاكر كانت غالية وكان عليها كمان الإيجار بيعد، فتصرفت في الفلوس ونزلته. ممكن نقضي 3 سنين بسبب تذاكر الطيران ما نشوف أهلنا. كنت على أساس مسافر هالسنة بالصيفية كالعادة، بس راح أنطر أقل شيء للسنة الجاية، يعني في أشياء تانية أهم، في أجارات ما قدرنا ندفعها بسبب الأزمة، ضلينا قاعدين بالبيوت. والله متوسط دخل ما يقدر، هو زين عايش زين يدفع إيجاره. أنا واحد من الناس أقول الآن وقت مو وقت سفر نهائي. ما يقدر يفتح الحين وقت، شلون يقدر يفتح؟ 4 شهرات ما في ماشور، ما في فلوس، ما في شيء، بالقاعد بالبيت ما في اكلون، شلون انا افتح؟ ماشات 120 الحين تذكره في 200 دينار، شلون انا افتح؟ مثل ما انا شايفين ممكن اشخاص تقعد 4 سنين مش شايفه اهلها بسبب سعر تذاكر الطيران المرتفع، واللي بعد رح يرتفع اكثر بعد ازمه كورونا.